مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الجمعة 24 سبتمبر؟ اليوم القمر موجود ببرج الثور، الشمس موجودة ببرج الميزان، فالأجواء كلها اليوم مسيطر على يمين كوكب الزهرة لأنه حاكم البرجين. فحتى ولو يمكن الأجواء متقلبة، أنا بقول لكم إذا أنتوا عندكم يمكن أو بتتأثروا بكوكب الزهرة فيكون نهاركم جيد. على كل، خلنا نشوف كيف بده يكون هذا اليوم. البداية مع برج الحمل، مواليد برج الحمل، الجو اليوم عندكم أنا بعتبره جو نشيط، جو بناء، جو مثمر، جو حلو، وجو بيعطي حق لمولود ومولودة برج الحمل، سواء من القمر أو حتى من الشمس يلي عم بتعكسكم. التحديات أنتم بتقدروا تتغلبوا عليها فما تعتلوا هم. كونوا شوي حذرين لأنه كوكب المريخ الموجود في برج الميزان معقول يسبب لكم بعض المتاعب إذا كنتوا من مواليد 26-27 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور يلي اليوم القمر ببرجه، مواليد برج الثور، الجو اليوم عندكم متقدم، سريع، قوي، نشيط، مهم، خلاق، بناء، وفي بدايات جديدة وفي قرارات كتير كبيرة بتوصلكم، وحتى الأمور اللي ما كنتوا متأملين فيها مفروض تتحقق وتصير وتتم، وعلى القليلة بتاخدوا الجواب النهائي. كلكم محظوظين اليوم. بينما مواليد برج الجوزاء الجو اليوم بعتبره جو شوي بطيء. الجو اليوم عند مواليد برج الجوزاء بطيء بسبب واحد، وهو وجود القمر في برج الثور، فبتهدى الأمور، لكن الهدوء ليس سلبيا إلا إذا أنتوا استعجلتوا وتهورتوا. تذكروا أن وجود الشمس في برج الميزان وجود إيجابي، فما تنسعوا هذا الهدوء. هذا الهدوء هو اللي حتى تاخدوا طاقة، تستمدوا طاقة بعدين أنتوا بتغيروا وبتاخدوا أهم قرار الأحد أو التنين اللي هن من أجمل الأيام بانتظاركم. فهلأ لا، حتى ترتاحوا نتفي وتشحنوا ذلكم بطاقة إيجابية فقط لا غير. ننتقل لبرج السرطان، مواليد برج السرطان، الجو اليوم بعتبره جو جيد، جو مفيد، جو مريح، تحت تأثيرات كوكب الزهرة الحاكم اليوم لهذا اليوم. كمان اليوم بعتبره مهم لمواليد برج السرطان لأنه القمر من برج الثور يحرك عندكم الصداقات والمعارف ودعم الآخرين لكم، حتى الأشخاص يلي ما بتعرفوهم. بالنسبة لبرج الأسد اليوم، مواليد برج الأسد، الجو عندكم اليوم نشيط من ناحية فعالة، يلي ما بده يكون فعال ينهار ويمكن ما يطلع بناء مثل ما هو بده أو هي بدها. لذلك ضروري تكونوا عارفين مظبوط شو عم تشتغلوا، والغرض اللي بتشتغلوه لازم تاخدوا نتيجته. ما تتأخروا مواليد برج الأسد، الأجواء حلوة مناسبة جدا، خاصة ل 16-17-18 آب أغسطس. بالنسبة لبرج العذراء اليوم، مواليد برج العذراء، بعتبر هذا اليوم يوم إيجابي، بيحمل تطورات حلوة، بيحمل أجوبة حلوة، المسألة اللي بتشتغلوا عليها مفروض تتم إذا بتتابعوها، وهنالك بالنسبة لكم خلاصة وهنالك نهاية أو عبرة حلوة كتير ترتاحوا فيها تنبسطوا فيها بين اليوم والسبت المساء، من الأيام الحلوة في هذا الجزء الثاني من شهر سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان، مولود ومولودة برج الميزان، انتم هلا صرتوا في على شط الامان. صارت الشمس ببرجكم، بدكم تعيدوا عيد ميلادكم، بدكم تبلشوا حقبة جديدة. من الايام الحلوة اللي بتسمح لمواليد برج الميزان يكونوا فعلا اقوياء جدا جدا جدا. وجود القمر في برج الثور تحت حكم كوكب الزهرة اللي بيحكم برجكم بيعطيكم قوة إضافية وبيخلصكم أصلا من ضغوط القمر اللي كان ببرج الحمل. لذلك اليوم في انشراح كتير كبير عند جميع مواليد برج الميزان. كوكب المريخ بعده ببرجكم، كونوا حذرين. مواليد 29 و30 سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب، اليوم هو يوم ضعيف جدا لمواليد برج العقرب ومن اضعف الايام واقلها حظا، ما تقولوا ما قلت لكم، كونوا جدا حذرين، بعدوا عن المشاكل وما تحطوا حالكم بظروف صعبه لانه يمكن ما تلاقوا مين يقدر يساعدكم او يخلصكم منها، كونوا جدا حذرين وما تقولوا ما قلت لكم. ننتقل لبرج القوس، يوم جيد لمواليد برج القوس، في شغل كتير، في ضرورة ليكون في متابعة مع أشخاص، أصحاب أو زملاء، يمكن إيد وحدة لحالها ما تزقف ما بيطلع نتيجة، فكونوا منتبهين مواليد برج القوس، اشتغلوا من كل قلبكم ومعليش تنازلوا شوي واشتغلوا مع ناس تانيين حتى خدوا برأي الآخرين، هيدي أفضل نصيحة لكم اليوم. بنتقل لبرج الشادي، مواليد برج الشادي، يوم حلو، يوم حلو،
رح يساعدكم توصلوا، رح يساعدكم تبينوا، رح يساعدكم تكونوا من الأفضل، من الأقوى ومن الأكثر نجومية أو شهرة. القمر بيساعد، والشمس الموجودة بعلى نقطة عندكم دائرة الفلكية رح تخلي نهاركم ممتاز، ممتاز جدا. اشتغلوا من كل قلبكم وما رح تندموا. كمل مع برج الدلو. مواليد برج الدلو يوم حلو، مع انه رح تلاقوا حالكم شوي غاطسين ببعض المسائل، يمكن المسائل يلي بتعتبروها شوي شخصية، وكأنه في شيء بيدخل على الخط وبيحاول يزعجكم او يتحديكم. ما تاخدوها هيك، ما تاخدوها على محمل شخصي، الاجواء منا هيك. يمكن في بعض الاشخاص بيحاولوا يزيحوكم عن الطريق، لكن ما بتحرز، اجواء حلوة بتساعدكم. تذكروا انه الشمس الموجودة برج الميزان هي يلي رح توصلكم الى خط النهاية وبنجاح. بعض العواطف خلوه على جنب، ما تتأثروا بالقيل والقال، خاصة 27-28 كانون 2 يناير، كبروا عقلكم. بنتقل لبرج الحوت. مواليد برج الحوت اليوم نهار كتير حلو، بيسمح لمواليد برج الحوت يكونوا من المحتفلين، من الناجحين، من الأقوياء، من الأنجح، من الرايقين والكلاس والكبار. مواليد برج الحوت أنتم الأقوى، الأنجح، الأكثر إبداعا، ما بنخاف عليكم أبدا بتاتا. الأكثر حظا فيها تكون مواليد 5 و 6 و 7 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بقول له لمولود اليوم انه بانتظاره سنة فيها الكثير من الاحتفالات، هيدي السنة فيها بناء لأسس جديدة، فيها تركيز لأسس جديدة، فيها خلط أوراق، أوراق عائلية، قانونية ومالية. شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، شباط وحزيران من أفضل الأشهر. بلاقيكم بكرة مع أبراج جديدة. باي باي.